الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. لقد كلفني وشرفني السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالإشراف على الحكومة الجديدة. هذا التكليف سيزيدنا عزما وتفانيا من أجل خدمة وطننا المفدى، سيزيدنا عزما على العمل بكل جهد وتفاني من أجل تطبيق فعال لبرنامج البرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية. هذا البرنامج الذي سوف يسمح للجزائر بتحقيق انطلاقتها الاقتصادية المشهودة، هذه الانطلاقة التي بدأت معالمها تبدو في الأفق، وسوف نعمل جاهدين كرجل واحد من أجل تكريس كل ما حققناه والمضي قدما في تكريس المعالم الجديدة للجزائر الجديدة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.